مرحبا واهلا وسهلا فيكم بقناه سافر مع ريان ترافل وذ ريان بفلوج رقم 4 على رحلتي لأسينا. وهيدا اليوم الاخير لإلي بأسينا. شو رح نعمل اليوم؟ رح نزور الحديقه العامه الناشونال بارك قريب كتير من محطه سينتاغما، ورح نرجع نروح على البحر يعني تقريبا عشر الساعه 5 اليوم بما انه درجه الحراره 28 وشوب كتير. هلا رح نروح على الحديقه وتقريبا وصلت. الدخولية مجانية، ما بتدفعوا أي شيء، وهيدي واحدة من أكبر الحدائق بأسينا. وهون أول ما بتدخلوا بتشوفوا هيدا المنظر هون. هلأ كل بلد هون بأوروبا عندهم حديقة عامة والناس بتيجي السواح يعني بيزوروها، وبتعتبر هيدي الحديقة من التوب أتراكشنز بأسينا، وفيها مساحة واسعة ومناظر طبيعية. فيها مجموعة كتير متنوعة من الشجر والنباتات، وكمان فيها بحيرات صغيرة. هلا هيدي الحديقة مختلفة شوي عن بعض حدائق الأوروبية اللي زرتها من قبل، مثلا ببولندا ولا ببريطانيا أو حتى فرنسا أو ألمانيا، لأنه هون عندهم النباتات مختلفة وأنواع الشجر كمان مختلفة، وعندهم كتير شجر نخيل. يعني هني قريبين لإلنا أكتر، يعني مثل اليونان ولا إيطاليا ولا قبرص ولبنان وتركيا على الميديترانيان سي، فهني طبيعتهم قريبة لطبيعتنا. هلا هون في كمان بالحديقه بعض الحيوانات، في كتير حيوانات يعني بريه، وفي من انواع من الحيوانات المهدده بالانقراض مثل السلاحف موجودين. هلا بنروح بنشوفهم، وكمان في اسماك كتير بالبحيرات. والبارك يعني كل ما تدخلوا لجوا لعمقه اكثر بتشوفوا مناظر اجمل واحلى. وكمان بتمنى انكم انتم تدعموا الفيديو بلايك وشير وكومنت، وتعطوني رايكم كمان تحت بالكومنتس. ومثل ما عم تشوفوا هون هيدي البركة اللي فيها سلاحف، فيها كتير سلاحف، وفي منهم أحجام صغيرة وأحجام كبيرة. وإذا بتحبوا تشوفوا صور وفيديوز أكتر لرحلتي لأسينا ولرحلاتي السابقة والجاية، فوتوا لعندي على الإنستغرام وتيك توك وفيسبوك، موجودين اللينكس تحت بالدسكريبشن. وهيدي البركة هون فيها أسماك كتير، ومثل ما عم تشوفوا ألوانهم هيك أحمر وأورانج. وكمان بالهيدي الحديقة فيها كمان تاريخ وثقافة، يعني فيها معبدين قديمين، وكمان للناس بدها تعمل شي اكتيفيتيز نشاطات بهيدي البارك، خاصة الأشخاص اللي بيحبوا الطبيعة فيكم تجوا تتمشوا بالهواء الطلق أو تاخدوا بايك، تجوا تعملوا بيكنيك كمان وتستمتعوا بالأجواء الحلوة. وهون كمان قريب من الحديقة شفت انه في سوق، بما انه اليوم الاحد عاملين سوق الاحد هون، ببيعوا فيه منتجاتهم. هلا منشوف، وكمان هون في ناس عاملين حفلة دبكة، ناس يونانيين. هون هيدا السوق هلا بنشوفه كمان له اجواء، يعني مثل ما عم تشوفوا اجواء بهجة ومرح، الناس قاعدة عم بترقص، وكمان الناس عم تجي تتسوق منه. بيبيعوا منتجات محلية، يعني هيدا سوق فرصة للناس اللي بدها تستكشف المنتجات المحلية. هيدا هو اسمه إبيرس، بتقدر تدخله وتشو تجربه اشياء وتدوقه اشياء تقليدية من منتجات يونانية، وكمان تقدروا تتفاوضوا معهم اذا بدكم تشتروا اي شيء حتى تحصلوا على السعر اللي بدكم اياه. كمان فرصة انه هو في جو يعني بيجتمعوا السكان المحليين مع السواح، هيك بتقدروا تتفاعلوا معهم وتتعرفوا اكتر على ثقافة واللغة اليونانية وسكان أسينا. الموقع كتير حلو، يعني بس قريب من الحديقة.
شوفوا هون شو عم ببيعوا، اشياء صابون وزيت زيتون، بما انه هن كتير مشهورين بالزيت الزيتون والزيتون والعسل وبالواين. وانتم كافيين مشي بتلاقوا ورا الناشونال بارك في هيدا المكان، هيدي المساحة الواسعة هون، وفي هيدا المبنى اللي اسمه زابيون هول، وهذا بيعود تاريخه لقرن التسعتاش، تعمر بسنة 1896 ليستضيفوا كانوا فيه الألعاب الأولمبية الحديثة. بتميز انه مبنى هيك حلو كلاسيكي، وهيدي المنطقة هون بهيدي المساحة كتير بيصير فيها فعاليات ومعارض ومؤتمرات، وكمان بتجوا بتقدروا هون بتاخدوا صور حلوة لأنه المكان كتير حلو، وفي هيك حديقة هون مثل ما عم بتشوفوا، ومساحة خضراء، في جو هادي ومريح. وأنا هلأ رجعت على الأوتيل، طلعت على الروف توب، وهلأ من بعدها بدنا نروح على البحر، لأنه درجة الحرارة اليوم كتير شوب، يعني أنا حسيتها أكتر من 30، يعني إحنا هلأ بأكتوبر بس أنا حسيت حالي كأنه بأغسطس. ليكو المنظر من هون، وهيدي أسينا، وهلأ رح نروح على البحر. هلأ رح ناخد الباص لنروح على كالاماكي بيتش، تقريبا بيبعد 40 دقيقة. هلأ ليه اخترنا كالاماكي بيتش؟ لأنه أكترية الأشخاص اللي بعرفهم قالولنا أنه زوروا هيدا الشاطئ. هلأ في شواطئ كتير بأسينا، بس ما بعرف ليه قالولنا زوروا هيدا، قالولنا هيدا الأجمل. وهو هون يعني أكتر اللي بيروحوا هن للعائلات، في بعض الأماكن يعني بتكون برايفت بكون تدفعوا لتدخلوا، في شواطئ عمومية، بس قالوا لي إنه المكان كتير حلو هون وهادي وما في كتير عجقة ونظيف كتير. شوفوا قد ايه المنظر حلو. اسمه كالاماكي، هو على البحر الأبيض المتوسط. هلا نحن مكان كتير حلو لتسترخوا وتستمتعوا، أخص بهيدا الوقت لتشوفوا السانست، لتشوفوا إذا ما بدكم تجوا تتسبحوا، يعني إذا بدكم تجوا تتسبحوا لازم تجوا بكير، بس نحن إجينا هلا بوقت الغروب، وأكيد في مطاعم قريبة. المطاعم هون أسعارهم كتير غالية، يعني أنا لقيت هون المطاعم أسعارها أغلى بكتير من السيتي سنتر بأسينا، بس موجود على طول الشاطئ في كتير مطاعم وكافيات وبيقدموا أكلات سي فود وأكلات بحرية. بس إذا بدكم تجوا هون كعائلات يعني هيدا الأفضل، هيدا المكان. وبس إذا بدكم برايفت لتقدروا تحطوا أغراضكم لازم تروحوا على المسابح اللي بتكون برايفت بتدفعوا عليها. هلا أقرب منطقة لهون إذا بدكم تتسوقوا منطقة جليفادا، ما بعرف إذا عم بلفظها صح، هي الأقرب. وبنهاية هيدا الفلوج وبنهاية هيدا الرحلة بشكركن على المتابعة، وبتمنى تكونوا شفتوا كل الفلوجز، وبشوفكم بفيديو جديد برحلة جديدة قريبا. وما تنسوا إذا ما كنتوا عاملين سبسكرايب للشانل تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس لدايما يوصلكم كل شي جديد.